قولي بقى ايه الاجواء الرمضانيه بتاعتك؟ بتعمل ايه في رمضان؟ بعمل ايه في رمضان؟ مفيش، بصلي طبعا العزومات والكلام ده كله، بس التمارين بس. انا طبعا بروح، لو التمرين بالليل بروح الجيم الصبح وافطر، وبعد كده اروح التمرين وارجع اصلي فاكر واقعد بقى الطقوس اتصحى. المعينه اللي كانت في ناشئين الاهلي ايام ما كنت في الناشئين في رمضان؟ في رمضان لا، احنا في الاهلي ما كانش في تمارين في رمضان بالليل، كانت موقوفه بس مع الدرجه الاولى. كنت فاكر مع الدرجه الاولى كان لما كنا بنتمرن في رمضان، انت لو ما فطرتش في البيت بتلاقي افطارك، يعني دي برضو اللي هو يعني مش كل الناس بتعمل كده، يعني انت طبعا لو ما فطرتش في بيتك انت بتيجي تلاقي الفطار. اجواء تانية في رمضان مع الاهلي، السحور، انت كنت ممكن تتسحر عادي مع العمال وهي قاعده والناس بتبات، ممكن تقعد تتسحر معاهم وتمشي. لعيبه كتير بتعمل كده، يعني لعيبه كتير قوي بتجمع العمال وتجيب سحور، صح. وكنا نقعد وكنا ناكل ونتسحر ونمشي ونروح نصلي الفجر وننام. دي كانت الحاجات يعني. طبعا التمارين بالليل كانت بتبقى حلوه جدا، اللي هو بعد الفطار وبتاع، كانت بتبقى حلوه جدا في رمضان. بس طبعا استاد التيتش لما يبقى بالليل والجمهور موجود وبتاع، دي كانت بتفرق جامد يعني. مين اكتر مدرب اثر فيك بشكل شخصي وتقول له انا عايز افطر معاك في رمضان؟ كابتن احمد كشري، ان ده بالنسبه لي في حته تاني، ده انا بحبه جدا. هو نفسي اعمل له حاجه عشان الناس تقول ان اللي مكتشف اللعيب ده كابتن احمد كشري. هل في حاجه معينه بتستناها في رمضان؟ يعني انت بيجي عليك رمضان في حاجه معينه بتستناها؟ بستنى اليوم اللي بتعزم فيه عند جدي وجدتي. تحب العزومات من اولها كده؟ ده اليوم الصراحه، ان انا متعلق بجدي وجدتي جدا، فبستنى اليوم اللي هو انا وعيلتي كلها بنفطر عندهم، ده اكتر يوم انا بستناه في رمضان. غير بقى اللي هو قعده الصحاب والخروجات والكلام ده كله. يعني في الاجواء دي عندك في رمضان؟ طبعا اكيد يعني انا ليا اصحابي من بره الكوره اكتر، دول بعد ما بخلص تمريني بطلع معاهم بقى، نفضل بقى نلف شويه وبعد كده نقعد لحد السحور ونتسحر ونمشي. شايف ان السوشيال ميديا اثرت يعني شويه في اجواء رمضان؟ يعني كان زمان قبل السوشيال ميديا كان الموضوع احسن شويه؟ طبعا زمان كنت لما رمضان يجي تحس ان ده رمضان، دلوقتي اللي هو عادي، اللي هو رمضان ايه، صلاه صوم بس. لكن قبل كده انت متشوقه ان رمضان يجي، ياه ده رمضان جاي، ده رمضان داخل علينا، انت فاهماني؟ فسح بقى واللعب ومش عارف ايه وعادات رمضان والكلام ده كله والزينه بتاعت رمضان. يعني انا لحد دلوقتي انا ووالدي بنعلق في البيت الزينه بتاعت رمضان دي، يعني خلاص احنا عايشين على رمضان بتاع زمان، علشان والدي كبير فهو بيحب يعمل ويجيب مثلا القدره بتاعت الفول ويحطها، كل ده حاجات في البيت زينه، انت فاهماني؟ انت في رمضان يا ابني. لكن السوشيال ميديا فيك قوي يعني بصراحه. اخبارك بقى مع حلويات رمضان؟ كنت سامعه دلوقتي موقف كده متدلعه وكده، انا عايزاك تحكي لي بقى ايه موضوع متدلع ده. انا لما رحت طنطا، خصوصا المدلعه دي، رحت طنطا لعبت مع كابتن ايمن الميزان، وبحب اشكره طبعا، ونادي نادي طنطا نادي كبير وجمهور كبير طبعا. رحت طنطا، انا قاعد في الاوضه الناس كلها عماله تتكلم على المدلعه. انا جاي من القاهره، انا عمري ما طلعت بره القاهره خالص، يعني انا الانديه اللي لعبت فيها في القاهره، فعمري ما طلعت اصلا اي انديه بره. فاللي هو انا قعدت ايه المدلعه دي يا جماعه، وشايف الناس ايه عماله تتكلم عليها جامد. طب انا ايه، انا عايز اجربها. فكان قاعد معايا في الاوضه قنش، فقلت له قنش انا عايز اجرب المدلعه دي، قال لي تعالى. قلت له حلوه، قال لي تعالى بس. المهم خدني بالعربيه ورحنا، فهو دخل انا قعدت في العربيه لقيته جايب نص كيلو مدلعه كده وحاطه وبياكل. فقال لي، قلت له طب عايز ادوق، قال لي خد واحده. قلت له ماشي، فكلتها، فبقول له هات واحده تانية، قال لي لا ده نص كيلو ده بتاعي. فعجبتني جدا، فدخلت قلت له لو سمحت عايز نص كيلو مدلع. كلت نص كيلو هو نص كيلو هو بياكل نص كيلو بتاعه، هو مش عايز يديني من كتر حلاوتها، هو مش عايز يديني، فهو اداني واحده. فالواحده دي قد كده، فانا لما دقتها لا انا عايز اكل تاني، وهي اصلا بتخن جدا جدا. فدخلت جبت الطبق النص كيلو وقاعد، رجعت هو خلص الطبق بتاعه. هو خلص الطبق بتاعه، فانا حطيت الطبق بتاعي، قلت له ايدك، انت خدت مني واحد، نص كيلو بتاعي، اديتني واحد، انا هديك واحد خد. قال لي لا انا هاخد واحد. قلت له مش هتاخد ولا واحد، نص كيلو، اكلت نص كيلو.
طب على رحت اوزن مدار. بقى بعديها بيوم كان ساعتها وزن كان ساعتها خصم 5000 جنيه طبعا لا ده بس هي لا اقل حاجه على رمضانات بقى مستوى رمضانات يعني كنت بتاكل بقى مدلعه برضو انا بحب الكنافه جدا بس انا ما ينفعش اكل حلويات كتير عشان خاطر الوزن وبتاع طبعًا. بس اللي هو بشوفها قدامي بضعف بس انا في رمضان ده لازم اكل مدلعه لازم بصراحه لكن الحلويات طبعا الحلويات موجوده وفي رمضان وبتاع بتبقى محطوطه بس انا ببقى تكير شويه عشان خاطر الملعب وكده وتبقى طبعا خفيف فباخد لي مثلا واحده مش كل يوم مثلا واحده بتاع الكلام ده كله بس لازم يعني لازم عشان انا بحب الحلويات جدا طب رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت لا بحب اخرج بحب اشوف اجواء رمضان يعني انا بحب اشوف الناس بحب اشوف الشارع والناس ماشيه والناس مبسوطه طب بتتفرج على مسلسلات بتفرج على مسلسلات ايه نوعيات التترات لو شفتها هتقول بس هو ده المسلسل ده هتفرج عليه في رمضان بصي انا بحب احمد عز جدا وبحب محمد رمضان جدا اكشن يعني واحمد العوضي بعد المسلسل اللي هو عمله في رمضان اللي فات حبيت اتفرج عليه فهم دول اكتر ثلاثة يعني انا بحب اتفرج عليهم جدا في رمضان وطبعا رامز كل الناس بتتفرج عليه طبعا يعني. بس فهم دول اكتر ثلاثة اللي بحب اتفرج عليهم لو تعرض عليك تكون ممثل في رمضان لا انا ما بعرفش امثل اصلا خالص يعني ما بعرفش امثل خالص بصراحة